أعلن نادي برشلونة الإسباني بقاء تشافي هرنانديز في منصب المدير الفني للفريق رسمياً بعد تراجعه عن قراره بالرحيل في نهاية الموسم الجاري. وقال تشافي أن تراجعه عن قرار الرحيل بسبب تغير الظروف الحالية في النادي من الناحية المادية، مؤكداً أنه سيقاتل من أجل الفريق مرة أخرى في حال ساءت الأمور. هذا وكان تشافي قد تولى تدريب برشلونة خلفا للمدرب الهولندي رونالد كومان في نوفمبر من عام 2021، حينما كان الفريق يتواجد في المركز التاسع بترتيب الدوري الإسباني وبفارق 11 نقطة خلف المتصدر وعشر نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد. Muchas circunstancias me han hecho ver el cambio de opinión, el rectificar y aquí estoy con la máxima ilusión para